الناس كانوا بخير وبخير. اليوم ان شاء الله فيديو جديد. في هذا الفيديو غنشوفوا بعض الحيل المنزليه اللي غتفيدنا في حياتنا. الا بغيتوا تعرفوا اشنو هما هاد الحيل خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. معكم جيهان من قناة Everything with Gigi. جيهان بنت الدار البيضاء. في الأول كنت دايرة قريت لانجينيوري يعني غيزو تلوكوميونيكاسيون بعيدة كل البعد على هذا المجال اللي أنا فيه، لكن من بعد قررت باش نولي يوتيوبوز مغربية. كنت واحد الفترة من بعد ما تخرجت كنت خدمت، وواحد الفترة كنت جلست من الخدمة وأنا عز عليا النوسيون تاع البارتاج، كنبغي نبارطاجي مع الناس أشنو كنعرف. في الأول ما كنتش بديت بهذه القناة، كنت بديت بقناة أخرى اللي هي قناة كورية تعلم اللغة الكورية. منين تعلمت اللغة عجبني أنني نشاركها مع الناس، منين شاركتها مع الناس لقيت راسي بزاف الحوايج بغيت نشاركهم، هي باش درت هذه القناة هذه باش تفيد الناس وتساعد الناس في حياتهم اليومية. بالنسبة للأهل ديالي ما كانتش معارضة بمرة، لكن بالنسبة لراجلي كانت شوية هذيك القضية تاع غتباني في يوتيوب. كان هذاك الوقت باقي ما مشهورينش اليوتيوبرز، باقي صعيب ان بنت يعني تبان وتهضر وهذا. كانت حتى انا براسي كانت جياني في الشكل، لكن من بعد صافي ملي كنشوفوا البنات كيبانوا زعما محترمات وكيفيدوا الناس وهذا، قلنا ما كاين باس انني نبان وزعما نبدا نعطي، حيت ملي كتباني كتكون مصداقيه اكثر، وخصوصا ملي كدي تكوني كتهضري على وصفات البشره ولا هذا، يعني بنادم خصو يشوفك باش يعرف اشنو غتعطيه. اش غادي نقول لك، هو اشاك فوا كتبغي تختلفي كتلقاي الناس داروا هذيك الحاجه، دونك كتقلبي ديما عاوتاني على التجديد، يعني شي حاجه اخرى، يعني كتحاولي تختلفي على الناس. الاهم من هذا الشيء كامل سكو كتعطي شي حاجه من نيتك، حيت كل واحد والبصمه ديالو. راه واخا مثلا انا نعطي هذا الموضوع ونفسه تعطيه يوتيوبرز وحده اخرى، ولكن كل وحده بطريقتها بشعفويه ببساطتها، يعني الناس هي اللي عندها تختار اليوتيوبرز اللي غتبغي تسمع ليها. واخا نقدروا نديروا موضوع يكون نفسه، يعني كنا نديرو موضوع واحد، لكن كيبقى طريقة الإلقاء كتختلف من يوتيوبرز واحدة أخرى. الناس من حقها أنها تعلق وتعطي رأيها. الانتقاد اللي كيكون مثلا صائب كتقول لك لا ما كانش خصك ديري هذه ديريها هكا، ولا مثلا لا ما خصكش تلبسي هذه لبسي هذه، ماشي مشكلة، حتى حنا كنتعلمو. لكن المشكل أكثر انتقاد ماشي هو انتقاد، هو معيور، لأن منين كيعيرك يعني أنت يعني كيمس الشخص. اللي خصك تعرفي في البدايات ملي كيكون عندك 10000 20000 وهذا، انت اللي كتانفيستي ماشي يوتيوب اللي كتخلصك. كل شيء اللي كديريه كديريه من عندك بالعكس، لكن ملي كتفوتي 100000 وكتبقي غاده فعلا كيكون واحد الدخل اللي هو دخل محترم، ولكن راه حنا كانفيستيو، يعني كاين بزاف الحوايج اللي حنا كنخسروها من عندنا، كاميرا تخيبيي تشري ديال المنتجات، بزاف الحوايج انت كتانفيستي باش انك ديري اون فيديو للناس. اول حاجه اللي زعما ربحتها من يوتيوب وهو الصبر، علمني الصبر، انني وليت كنصبر على شي حويجات. في الاول ما كنتش كنصبر ان مثلا تنتقد ولا كانت كتجيني في شكل، لكن دابا ولات كتجيني عاديه ومن حقهم وبزاف الحوايج، يعني كتصبري على بزاف الحوايج. يوتيوب بحال خلاني نولي اجتماعيه بزاف، يعني وليت كنهضر مع الناس، وليت عرفت حتى انواع الناس اللي كاينين في المجتمع، يعني يوتيوب اللي عرفني عليهم، لاني بحكم اني ما كانش عندي كونتاكت مع الناس ما كنتش عارفه، لان انا من قرايتي لزواجي يعني ما تحكيتش مع الناس بزاف، ولكن يوتيوب من خلال يوتيوب عرفت الانواع اللي كاينه في الدنيا يعني تاع الناس. اش غادي نقول لك، هي كاين حاجات اللي تراكمت وخلاتني اني نفكر نسد القناه. انتقادات هي جزء صغير جدا، رغم انه هو اللي هضرت عليه في لي فيديو. علاش؟ لان هو اللي غادي يعرفوه الناس. شي حاجه اخرى اللي ديغيغ ما يمكنش كان ما كانش يمكن لي نقولها، لكن قلت ذاك الوقت انتقادات لانها هي اللي باينه للناس. لكن انتقادات فعلا جزء صغير، لان كون بغيت نحيد الفيديو على قبل الانتقادات كون حيدتها شحال هادي، فعلا اللي كانوا جاوني انتقادات اكثر واكثر، لكن كانت شي حوايج ديغيغ، كان شي حوايج اللي جبتها من الاحسن ما نهضرش فيها، شي حوايج مع دي يوتيوبرز، مع يعني شي حاجات وراء من وراء الكواليس. ماشي كاع اليوتيوبرز، مي بعضهم داروا لي حاجات خايبين بزاف بزاف بزاف، يعني خلاتني نقول هاد العالم هذا صافي، شاد يوتيوب صافي نحيد من يوتيوب.
كاين بزاف اصدقاء، كاينه هاجر من هاجر بيوتي، كاينه احسان، احسان بن علوش، كاينه اسماء، كاينه في فرنسا اسماء بيوتي، كاينه منى تنظيم البيت مع منى. كنبغيكم فقط نقول لهم الوغ عائلتي غنقول لهم شكرا بزاف لانهم كينصحوني ولانهم وافقوا على انني ندير يوتيوب، ولانهم كانوا مدعميني. عائلتي انا مدعماني طول حياتي، يعني تزاديت حتى لدابا دائما معايا، يعني تيقين في اختياراتي، وهذا الشيء كيفرحني بزاف. وغادي نشكر المتتبعين ديالي اللي كنحمق عليهم، لانهم فعلا 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 ملي بغيت نحيد من القناه ما خلاو ما داروا. وكنشكر لاله مولاتي اللي خدات هذه البادره هذه وجات باش دير معايا لقاء صحفي، وكانت يعني بادره زوينه، وكانت اول موقع كيكتب عليا وكيدير عليا مقال. ما تنساوش ديروا لايك باش تشجعوني، وتشاركوا في القناه بالضغط على زر الاشتراك الاحمر، وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. نقول لكم الى اللقاء. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.